أحوال جوية غير مستقرة متوقع أن تبدأ تأثيراتها على شمال المملكة. التفاصيل بعد قليل. أهلا وسهلا بكم من جديد في هذه النشرة الجوية الرئيسية من طقس العرب. خلال الساعة القليلة القادمة وخلال اليومين القادمين يتوقع أن تبدأ المنطقة الشمالية بالتأثر بأحوال جوية غير مستقرة ناتجة عن حالة محدودة من عدم الاستقرار الجوي. استأثر عليكم من تبوك الجوف الحدود الشمالية حائل وصولا حتى حفر الباطن أجزاء من منطقة الرياض القصيم وأيضا المنطقة الشرقية. تفاصيل أكثر نستعرضها في هذه الخرائط لتوزيع الأمطار المتوقعة من نهار اليوم الثلاثاء وحتى الأيام القليلة القادمة. يوم الثلاثاء تبقى المنطقة الجنوبية الغربية تشهد أحوال جوية غير مستقرة، تتكاثر كمية من الغيوم الركامية الرعدية في هذه المناطق، لكن يوم الأربعاء بإذن الله يتوقع أن تشتد هذه الأحوال الجوية غير المستقرة في المنطقة الجنوبية الغربية، تحديدا فوق مرتفعات جازان عسير والباحة ووصولا حتى مرتفعات الطائف ومكة المكرمة، وتعطل زخات رعدية من الأمطار تكون غزيرة في هذه المناطق. في ذات الوقت تبدأ حالة من عدم الاستقرار الجوي بالتشكل في المنطقة الشمالية، تحديدا منطقة الجوف وأيضا الحدود الشمالية وأجزاء الشرقية من منطقة تبوك يوم الخميس. تستمر هذه الأحوال الجوية غير المستقرة بالتأثير في المنطقة الشمالية خلال يوم الجمعة، تنتقل الفعالية الجوية نحو حفر الباطن وأجزاء من منطقة حائل خلال عطلة نهاية الأسبوع مع استمرار الأحوال الجوية غير المستقرة في المرتفعات الجنوبية الغربية. نذهب الآن للعاصمة الرياض والتوقعات الجوية لهذه الليلة. تسود أجواء صافية مع 22 درجة مئوية، المحسوسة 21، الرطوبة 24 درجة مئوية، أما الرياح تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة. نبقى في العاصمة الرياض والتوقعات الجوية لثلاث أيام القادمة. درجات حرارة تبقى ما بين 34 إلى 36 درجة كحرارة عظمى أيام الأربعاء والخميس والجمعة، أما الصغرى تكون ما بين 23 درجة مئوية وال 21 درجة مئوية. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي المدن السعودية اليوم الأربعاء، نبدأها شمالا من تبوك 30 إلى 14 درجة مئوية، سكاكا تفرق لبعض الغيوم 33 إلى 19، وعرعر 31 إلى 17 درجة مئوية. المنطقة الغربية المدينة المنورة 35 إلى 23، جدة 34 إلى 27، مكة المكرمة 37 إلى 26، والطائف 28 إلى 18 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية الغربية تشهد أحوال جوية غير مستقرة، زخات رعدية غزيرة من الأمطار في أبها 26 إلى 14، الباحة 23 إلى 15، وجازان 35 إلى 29 درجة مئوية. المنطقة الشرقية الدمام 33 إلى 22، حفر الباطن 34 إلى 20، والإحساء 34 إلى 20 أيضا مع أجواء صافية. المنطقة الوسطى الرياض 36 إلى 23، بريدة 36 إلى 20، وحائل أجواء غائمة جزئيا مع 32 إلى 16 درجة مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.